اللي بيحصل هو عيب، اللي بيحصل هو انتقاص وتعدي على السيادة المصرية، اللي بيحصل ان انت سايب 2 مليون فلسطيني بيبادوا جنبك وانت مش قادر تاخد قرار انك تدخل المساعدات. هيحصل ايه لو السيسي خد القرار بادخال المساعدات؟ هل تجرؤ اسرائيل على قصف المساعدات؟ قصف المساعدات معناها مواجهة مباشرة مع مصر. لا اعتقد ان السيسي واسرائيل على خلاف اصلا. احنا لازم نتوقف عن اللي بيحصل عند معبر رفح، لانه انا كمواطن مصري صعب قوي اقبل ان وزير الخارجية يطلع يقول لي والله احنا ما خدناش اذن من اسرائيل. المشهد ده مشهد كويس، المشهد ده مشهد يفرح اي مواطن مصري لما تبص على المشهد كده لوحده، ان في شاحنات اغاثة وفي قوافل رايحة واقفة عند معبر رفح عشان تدخل غزة، بعيدا عن اي حاجة، بعيدا عن التحالف ده مين اللي عامله، بعيدا عن مين رئيس السلطة، بعيدا عن موقفك من اي حاجة. ده مشهد يفرحك كمواطن مصري ولا لا؟ ده مشهد يفرح اي مواطن فلسطيني؟ قولا واحدا نعم. اي مواطن فلسطيني دلوقتي لو سألته انت ايه شعورك وانت حاسس ان اخواتك في مصر جايين لك بقوافل المساعدات، هيشتم الاحتلال طبعا ان هو مش سامح بالدخول. يمكن يختلف ويقول لك النظام المصري المفروض يفتح المعبر وما يهموش حاجة، اوكي، لكن اقول لك المنظر ده منظر حلو، منظر كويس، في بارقة امل ان الشعب المصري لسه فيه يعني الناس صحية، لسه فيه حياة. لا اعتقد ان السيسي واسرائيل على خلاف اصلا، يعني مش لا اعتقد، انا على يقين ان هم مش على خلاف. الجماعة هم حلفاء يعني الاقوى في المنطقة في العشر سنوات الماضية، وبالتالي فكرة ان هو يدخل المساعدات فهم يقصفوها ما اعتقدش ان ده هيحصل. فالموضوع محتاج قرار، يعني جميل التصريحات اللي انت خدتها كويسة جدا، لكن القصة محتاجة قرار.